والضحى يوم تبلى السرائر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله سبح اسم ربك يعلم الجميع أن الرمز الكبير من رموز حركة الجهاد الليبي الشهيد البطل عمر المختار كان من أبرز أبناء وشيوخ وتلاميذ هذه الزوايا السنوسية، والجميع يعرفون موقع عمر المختار في حركة الجهاد الليبي المجيد. والضحى والليل إذا سجى طرق تحفيظ القرآن الكريم منها أولا للناشئة الصغار طريقة التلقين والمشافهة، وهي أن أقرأ أمامهم الآية الآية حتى أكمل السورة وأوضح لهم نطق الحروف وأحكامها، ثم بعد ذلك أقرأ وهم يرددون خلفي عدة مرات حتى أطمئن إلى سلامة قراءتي. طريقة الحفظ بالمشي والدوران هذه طريقة متبعة ومتعارف عليها عند أهل القرآن وطلبة القرآن، نظرا لطبيعة حفظ القرآن وتعلم القرآن وتحفيظ القرآن أن تحتاج وتستغرق وقت طويل، فعادة الطالب أو الذي يراجع القرآن ويأخذ وقت طويل وساعات فأنه يمل ويتعب من الجلوس، فتجده يستمر في المراجعة وهو يمشي أو وهو يدور في الموقع أو في المكان اللي يحفظ فيه القرآن لكي يجدد نشاطه ولكي يتحرك بعضلاته ولكي يعني ينتقل من 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 سآمة الجلوس إلى تنشيط ويستمر في المراجعة. أما بالنسبة للكبار فإنني أتبع معهم طريقة تعليم القرآن بالألواح، واعتمادنا فيها يكون على الإملاء عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك أتركهم يحفظون ما كتبوه ليسمعوه في اليوم التالي. الليبيون يعشقون كتاب الله ويعشقون حفظه ويشجعون أبنائهم على حفظ هذا الكتاب، ويجعلون لذلك مسابقات وجوائز تشجع النشأ الجديد على حفظ كتابه سبحانه وتعالى. عندما يشاركون في المسابقات العالمية يكونون متفوقين دائما في أغلب المسابقات العالمية، يحصدون المراكز الأولى لاهتمامهم الكبير بهذا الكتاب وبتعليمه وبالحرص على مداومة المراجعة ومداومة التلاوة لهذا الكتاب. عادت الجائزة الأولى في المسابقة الدولية إلى عبد الله محمد شميلة من الجمهورية الليبية. حفظت القرآن وكانت أول مشاركة لي دولية في دولة الجزائر الشقيقة. بعد التصفيات هنا في دولة ليبيا قامت وزارة الأوقاف بطرابلس بالذهاب بي إلى الجزائر
وقمنا بأداء المسابقة بمشاركة 50 دولة عربية وإسلامية، وبتوفيق الله سبحانه وتعالى تحصلت على المركز الأول في الجزائر. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نحن الآن في رحاب زاوية الشيخ عبد السلام الأسمر الإدريسي الحسني، مؤسس هذه الزاوية. هذه الزاوية لها جذور تاريخية عريقة، حيث أسست عام 912 هجري الموافق عام 1506 ميلادي. هذه الزاوية منذ النشأة كانت ولا تزال مهتمة بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، وكذلك إلى جانب العلوم الأخرى، علوم اللغة العربية وآدابها، والعلوم الفقهية وعلوم العقيدة. عشق الليبيين طبعاً لحفظ القرآن كان يعني من مئات السنين سابقاً، بس ما كانش يعني البنات يعني، بس الفترة حوالي 10 و15 سنة دخلت الإناث بالنسبة للمسابقات القرآن الكريم الحمد لله في بالنسبة لربوع ليبيا، وحصلنا على يعني درجات متفوقة، بس كان متأخر من حوالي 10 و15 سنة يعني بالنسبة للذكور. كانت لدينا كذا حالة من حالات النجاح، كانت عندنا نجاة الفرجاني كفيفة البصر، واستغرقت في حفظ القرآن الكريم كاملا حوالي 4 سنوات، وهي الآن تدرس علوم القرآن في أحد المنارات هنا بزليطن. القرآن الكريم هذا كان حلم عمري، وإن كنت صغيرة طبعا كنت حلمي أن نحفظ القرآن ونكون يعني حاملة كتاب الله سبحانه وتعالى، ودعمني طبعا عائلتي دعمتني، الكل كان يشجعني على الحفظ، والكل كان بس يعني بتسخير الحاجة هي هذا، وانسخر ربي أني التحقت وبديت في حفظ القرآن إن شاء الله.